لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. أنت ترد بعقلك ونقبل بعقله وده يرد بعقله وده ينكر بعقله يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أمن العقل. ما زلنا بننقل لحضراتكم أحداث وقائع معركة أين الله الجزء 64، وعنوان حلقتنا النهاردة نفي صفات الله منهج نبوي عند الأشاعرة. المعتزلة بيثبتوا الأسماء وبينفوا الصفات، والأشاعرة بيسموهم الحنابلة في الكتب الإسلامية مخانيس المعتزلة، وبيسموهم كده لأن قولهم يفضي إلى قول المعتزلة في نفي الصفات. ونشوف الأشاعرة عملوا إيه لنفي الصفات مع الشيخ الجامي، ونشوف مع بعض ما الحل. الحل التأويل للنفي لألا يلحقوا بالمعتزلة. الحل أمام الأشاعرة إنهم يأولوا ويقولوا إن مثلا صفة اليد النعمة أو القدرة، يعني يقولوا إن الألفاظ دي اللي هي اليد والوجه والساق والأصابع والشخص إن ليها معاني مجازية، لأنهم لو نفوها هيلحقوا بالمعتزلة وهم مش عاوزين يكونوا مع المعتزلة، فينفوا كل الصفات، ومش عاوزين برضو يكونوا مع غلاة الحنابلة الوهابية ويثبتوا حقيقة هذه الصفات زي ما بيسميها غلاة الحنابلة الوهابية. فأحسن طريقة يثبتوا اللفظ، يعني يثبتوا ألفاظ الصفات وينفوا حقيقتها بالتأويل، وبكده مش هيكونوا مع المعتزلة ومش هيكونوا مع غلاة الحنابلة الوهابية. يعني فعلا زي ما قال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إن المذهب الأشعري مذهب الوسطية. ونشوف شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وهو بيقول إن المذهب الأشعري مذهب الوسطية، والسبب إنه أنكر صفات الله بالتأويل أو التفويض، وبسبب التأويل والتفويض بقيت عقيدة الأزهر عقيدة إرجاء. وإحنا اتكلمنا عن كل ده قبل كده، ونشوف شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وهو بيأكد الكلام اللي قلناه في الفيديو اللي جاي. إنما المعاني القديمة لم تكن، يرفض الأشعري أنها لم تكن شيئا ثم وجدت فيما بعد، وإلا يبقى ربنا لما يصف أنه متكلم وأنه كذا الآية دي لا تستطيع أن تفسرها. يعني مش عايز أدخل في التوسط في مسألة الإيمان، توسط في مسألة الصفات، توسط في مسألة مرتكب الكبيرة، كل ده بما توسط في مسألة أن يعني قبول الآخر. يعني شيخ الأزهر بيقول إحنا أولنا كلام الله قد ما نقدر، بس لما نيجي لآية فيها إن الله تكلم دي مش هنقدر نفسرها، ودي هي الوسطية، وإننا توسطنا برضو في مسألة الإيمان وأخذنا عقيدة الإرجاء وبرضو توسطنا في صفات الله، فما نقدرش ننفيها بالكامل، لأننا لو عملنا كده هنبقى زي المعتزلة وما نقدرش نثبتها على حقيقتنا. على حقيقتها ليه؟ لأننا لو عملنا كده هنبقى وهابية. فالوسط إننا نأولها وبرضو توسطنا في مرتكب الكبيرة. فلما قال المعتزلة إنه مش مسلم ومش كافر، والوهابية قالوا إنه فاسق، إحنا قلنا لأ ده مؤمن وكامل الإيمان. وبرضو أفكركم بالحلقات اللي عملناها وعرضنا فيها إزاي شيخ الأزهر توسط في قبول الآخر، وقال عن بوذا إنه إنسان حكيم وإن الدين ودين الرحمة اللامتناهية، دي هي الوسطية. ونشوف مع بعض الشيخ الأشعري الدكتور عبد القادر الحسين وهو بيشرح الوسطية في المذهب الأشعري، وإزاي إن صفات الله وخصوصا الخبرية ما ينفعش إننا ننفيها زي ما عمل المعتزلة، وبرضو ما ينفعش إننا نثبتها على حقيقتها زي ما عمل الوهابية المجسمة. نشوف هيقول لنا ايه في الفيديو اللي جاي. إذن إذا قلت والله له علي يد، إذن له علي نعمة، إذن هذا معنى الصفة. حينما أصف إنسان وأقول والله هذا ذو الأيادي الفاضلة صاحب يد علي، هل أصفه بيد هذه عضو أم أصفه بمعانيها الأخرى المعاني المجازية؟ وزي ما شفنا الشيخ الأشعري الدكتور عبد القادر الحسين وهو بيقول إن اليد لا يمكن إن تكون صفة على حقيقتها لله زي ما بيقولوا غلاة الحنابلة الوهابية. ده إذا كانت لفظة يد تقولها على الإنسان ممكن ما تكونش بالمعنى الحقيقي، فلما تقول إنسان ليه علي يد معناها ليه علي نعمة، أو إنسان له أيادي فاضلة فيكون معناها مجازي، ده في حق الإنسان المخلوق. إذن فحق الله أولى،
إنها تكون نجازية، ونشوف الشيخ الجاني وهو بيرد على الكلام ده في الفيديو اللي جاي. هكذا فعلت الأشاعرة بالنصوص وتلاعبوا بها لقائل أن يقول ما بالك والأشاعرة في كل درس. الجواب: هم جيراننا، محيطون بنا، موجودون بيننا، ونحن نؤمل ونرجو من الله أن يسمعوا هذا الكلام ويهتدوا، ولو بعضهم كما حصل لصاحب هذا الكتاب كما ذكرنا غير مرة. والشيخ الجامي المرة دي ما قالش للأشاعرة احلفوا كده وانا اصدقكم زي ما شفنا في الحلقات قبل كده، لأ، ده بيقول انتم بتتلعبوا بالنصوص، وانا دايما بتكلم معاكم وانبه للأخطاء اللي بتعملوها وعاوزكم تصححوها، لكن انتم مصممين على التلاعب بالنصوص. التلاعب بالنصوص ده ضلال، وانتم ضالين يا أشاعرة. والشيخ الأشعري الدكتور عبد القادر الحسين بيرد على كلام الجامي وكلام غلاة الحنابلة الوهابية عموما، ويقول ازاي تقولوا اننا ضالين وبنتلاعب بالنصوص؟ ده اول واحد قام بالتأويل هو رسول الاسلام نفسه، ومش كده وبس، لا، ده هو اللي علمنا اننا نأول يا غلاة الحنابلة الوهابية. رسول الاسلام نفسه هو اللي علمنا التأويل. التأويل ده منهج نبوي، وانتوا لما تقولوا ان الأشاعرة يتلاعبون بالنصوص ده معناه انكم يا غلاة الحنابلة الوهابية بتشتموا الرسول نفسه وتقولوا انه يتلاعب بالنصوص. ونشوف الأشعر الدكتور عبد القادر الحسين وهو بيأكد الكلام ده في الفيديو اللي جاي. فهل اول النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول نعم، ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤول فقط، بل علمنا منهج التأويل. ما معنى علمنا منهج التأويل؟ النبي عليه الصلاة والسلام معلوم انه لم يفسر كامل القرآن، بل ولا معظم القرآن، انما فسر عددا يسيرا من الآيات، وحينما جاءت نصوص ظاهرها يوهم التشبيه، النبي عليه الصلاة والسلام قام بتأويلها. وزي ما شفت حضراتكم الأشعري الدكتور عبد القادر الحسين وهو بيقول إن الرسول لم يؤول فقط، بل هو علمنا منهج التأويل. معروف عند أي مسلم إن الرسول ما فسرش القرآن كاملا، ولا حتى فسر آيات كتيرة من القرآن، ولكن فسر عدد قليل جدا من آيات القرآن. ولما واجه الرسول آيات في القرآن ممكن يكون فيها تشبيه، الرسول قام بتأويل الآيات دي. في الحقيقة إن الأشعري الدكتور عبد القادر الحسين قال نقطتين مهمين جدا، وإحنا هنشوف رد غلاة الحنابلة الوهابية عليها، ونشوف الشيخ الأشعري الدكتور عبد القادر الحسين وهو بيقول النقطة الأولى. النبي عليه الصلاة والسلام معلوم أنه لم يفسر كامل القرآن، بل ولا معظم القرآن، إنما فسر عددا يسيرا من الآيات. وزي ما شفت حضراتكم إن الأشعري الدكتور عبد القادر الحسين أول نقطة قالها إن الرسول لم يفسر القرآن كاملاً، وبرضه ما فسرش حاجات كتير من القرآن، ولكن الرسول فسر عدد قليل جداً من آيات القرآن. وهنا في سؤال عاوزة أطرحه على الأشاعرة: هل أنتوا يا أشاعرة لما تقولوا إن الرسول ما فسرش القرآن بتقصدوا إن رسول الإسلام لم يبلغ الرسالة وخان الأمانة؟ لأن المفروض رسول الإسلام مهمته الأساسية هي تفسير وتوضيح القرآن للمسلمين. ولو تقصدوا فعلا ان الرسول الاسلام لم يبلغ الرسالة، فهل انتوا عاوزين تصححوا اخطاء الرسول او اهماله لواجباته كرسول؟ لان تفسير القرآن ده اهم واجب على الرسول. وخلينا نشوف الشيخ علي جمعة المفتي السابق تاني وهو بيأكد ان رسول الاسلام ما فسرش القرآن. لكن القرآن فيه 6236 آية، المفسر منها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز 200 آية من 6236. يعني 200 دول اللي هم فوق 6000 هم اللي متفسرين تقريبا. زي ما شفنا مش الأشعار الدكتور عبد القادر الحسين بس اللي بيقول ان رسول الإسلام مفسرش القرآن، لا، ده كمان الدكتور علي جمعة بيقول ان القرآن 6236 آية، الرسول ما فسرش منها غير يدوب بتاع 200 آية. يعني الأشاعرة كلهم بيقولوا نفس الكلام: الرسول الإسلام لم يفسر القرآن، يعني رسول الإسلام لم يبلغ الرسالة وخان الأمانة. ودلوقتي أنا هعمل لكم ملخص لحلقة النهاردة. شفنا في حلقة النهاردة إن الأشاعرة مش عاوزين يكونوا مع المعتزلة فينفوا كل الصفات، ومش عاوزين يكونوا مع غلاة الحنابلة
الوهابية ويثبتوا حقيقة هذه الصفات زي ما بيسميها غلاة الحنابلة الوهابية. فأحسن طريقة يثبتوا ألفاظ الصفات وينفوا حقيقة معانيها بالتأويل، وبكده مش هيكونوا مع المعتزلة ومش هيكونوا مع غلاة الحنابلة الوهابية، وإن دي هي الوسطية. والشيخ الجامي قال إن الأشاعرة تلاعبوا بالنصوص وإنهم في ضلال وإنه بيقول الكلام ده لعلهم يهتدوا. والشيخ الأشاعري الدكتور عبد القادر الحسين قال إن الرسول لم يؤول فقط، بل هو اللي علمنا منهج التأويل، ومعروف عند أي مسلم إن الرسول ما فسرش القرآن كاملا ولا حتى فسر آيات كثيرة من القرآن، ولكن فسر عدد قليل جدا من آيات القرآن. وكمان أكد الكلام ده الدكتور علي جمعة إن رسول الإسلام فسر بس يدوب بتاع 200 آية. من قد إيه؟ من 6236 آية. وهسيب ليكوا سؤال يا أشاعرة قبل ما أختم الحلقة، هل ده معناه إن رسول الإسلام لم يبلغ الرسالة وخان الأمانة؟ وتابعوني في الحلقة الجاية عشان نشوف إزاي الألباني هيرد على الأشاعرة أو أي حد بيقول إن الرسول لم يفسر القرآن. فألتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقل، وده يرد بعقل وتنكر بعقل، يبقى الدين يبقى ولعوب.